على ذلك. وجاريسون التي توقعت تحقيقا طويلا شحنت دفعتها الأولى للاختبار. وفي العينة الأولى من جو الجزر العذراء التي أخذتها أثناء حدث غبار إفريقي وجد عنصر أسبرجيلوس الذي يسبب مرض مراوح البحر. ونحن كنا مدهوشين بالتأكيد لأننا لم نتوقع في أجمل أحلامنا أن يجده في العينة الأولى. ولكن بينما تزداد قضية ربط الغبار الصحراوي بأمراض الكاريب قوة، يبقى سؤال مزعج. لقد تطاير الغبار فوق المحيط الأطلسي لآلاف السنوات، لماذا إذن نرى هذه المشاكل الآن؟ المثير للدهشة أن أفضل الجهد للعمل على حل ذلك السؤال يحصل في كولورادو. يمضي جيم هارل وقته هناك، وهارل هو أحد أولئك الناس الذين يبحثون على دوام عن صلات واتصالات. إنها الميزة التي تلد أعظم المؤمنين بنظرية المؤامرة. ولكن ليست دسائس السياسة هي التي تسحر هارل، فهو مهووس بطرائق العمل الداخلي لنظام المناخ العالمي. إنه مهووس ولا سيما بالميزة الرائعة للجو الذي يخيم على الأطلسي. كتلتان هوائيتان عملاقتان، واحدة ذات ضغط مرتفع والأخرى ذات ضغط منخفض. إنها تدعى تقلبات شمال الأطلسي لأن المستوى العالي والمستوى المنخفض يتقلبان في القوة من فصل إلى فصل ومن سنة إلى سنة. معا تدفع هاتين الكتلتين الهوائيتين عواصف أطلسية عبر البحر. عندما تكون القوة لكتلة الضغط العالي يسحب النظام تلك العواصف بعيدا في الشمال، يغير درجة الحرارة وأنماط المطر في معظم شمال أوروبا وأوراسيا. في الوقت نفسه تدفع الرياح حول الحافة الجنوبية للمستوى العالي غبارا أفريقيا نحو الأمريكيتين. لطالما اعتبر البحارة وعلماء المناخ أن هذا النظام لا يمكن التكهن به، ولكن أخيرا ظهر نمط استرعى انتباه هذا العالم الجوي. أثناء الثمانينيات والتسعينيات اختفت تلك السمة العشوائية أساسا، ونحن بدأنا نرى أن تقلبات شمال الأطلسي تميل إلى أن تكون في المرحلة الحادة جدا لشتاء واحد بعد شتائين على هذا المنوال لمعظم السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة. بحسب هارل أنه لابد أن شيئا ما قد عطل هذا النظام، ولكن ما هو؟ حبس نفسه في عالم نماذج مناخ الكمبيوتر للبحث عن جواب. كان عنده مشتبه فيه رئيسي، درجة حرارة الأرض المتصاعدة التي يسببها تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجو. عندما ضمن ذلك التراكم أظهر النموذج بدقة الترتيب الثابت الخاص بالعقود القليلة الماضية، وعندما رفعه من المعادلة أظهر النموذج ارتفاعات وانخفاضات هي التقلبات القديمة. الذي نجده هو أن تقلبات شمال الأطلسي لا تحدث بالطريقة التي نشهدها على مدى السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة. الطريقة الوحيدة للحصول على ذلك السلوك هي بزيادة نسبة غازات البيت الزجاجي في الجو. بطريقة ما تؤثر درجة حرارة الأرض المتصاعدة في الجدول السنوي لهذا النظام الجوي الهائل، ولكن كيف؟ بحل لغز واحد كشف جيم هارل الآخر، فعاد إلى نماذجه. بدأ التركيز على منطقة واحدة من العالم حيث ترتفع درجة الحرارة المتوسطة فيها سريعا بشكل خاص، هي المحيط الهندي. عندما أضاف الارتفاع في درجات حرارة المحيط الهندي إلى نموذجه، ظهر النمط الثابت في شمال الأطلسي ثانية فجأة. يعتقد هارل أنه يعرف كيف يمكن أن يؤثر ارتفاع درجة الحرارة في هذا المحيط البعيد في الجو ضمن شمال الأطلسي. بينما تدفأ المحيطات الاستوائية يسقط مطر أكثر فوق المحيط الهندي الاستوائي. هذا حقا تدفق للطاقة الحرارية إلى الجو، ما يمكن أن يقلق الدفق الجوي لآلاف الأميال من المحيط الهندي. تتنقل هذه الطاقة خلال الجو مثل موجة في بركة،
عندما تصل إلى شمال الأطلسي فإنها تعزز طاقة تقلبات شمال الأطلسي، ما ينتج النمط الذي رأيناه في العقود الأخيرة ويسبب دفع غبار أفريقي أكثر إلى الأمريكيتين. الذي يظهر هو هذه الصورة المدهشة للارتباطات العالمية، حيث يمكن أن يكون جزء من الكرة الأرضية مرتبطا بآخر على بعد آلاف الأميال. إن التعقيد والترابط الواسع النطاق اللذين يؤديان دورا في كامل هذه العملية مشفلان للعقل بالنسبة إلي. ارتفاع حرارة المحيط الهندي وبعد ذلك كيفية تأثير ذلك في تقلبات شمال الأطلسي، وكيف يؤثر ذلك أيضا في كيفية نقل الغبار في الصحراء الكبرى، ثم تحصل بعد ذلك على الكثير من الغبار في الهواء الذي يهب فوق الكاريبي. أعتقد أن ما حققته لنفسي من غزو هذا المجال أنني فهمت حقا أننا فعلا كوكب واحد. إن أي حدث في أي جزء ما من العالم يمكن أن يؤثر عليك بقوة، حتى لو حصل في جزء مختلف كليا من العالم. أنا لم أزر أفريقيا قط، تبدو كأنها على بعد مليون ميل، ولكن في الحقيقة تؤثر التغيرات هناك فينا هنا في الكاريبي. من دون إدراكنا رفعنا جهاز حرارة الأرض. عالمنا يزداد دفئاً وسيستمر في ذلك. كمية الدفء تتوقف جزئياً علينا نحن، يتوقف على جدية أخذنا على عاتقنا محاولة التحكم في التغير المناخي. الأنباء السارة هي أن الناس في كل مكان يبدون على استعداد لفعل ذلك. أعتقد أن هناك سبباً للأمل. التغيير يبدأ بكل شخص على حدة. ببساطة علينا أن نفعل المزيد. نستطيع أن نساهم قليلا. الأشياء البسيطة لها تأثير، إذا اجتمعت تساعد كثيرا. اعتبروه كشراء التأمين لأطفالنا وأحفادنا ضد كوارث المناخ المستقبلية. قد يثبت ذلك أنه أحد أفضل الاستثمارات التي يمكن أن نقوم بها من أجلهم. كيف يجب أن تغير هذه النظرة الجديدة إلى الأرض طريقة حياتكم؟ أنا لا أستطيع أن أقول لكم ذلك. الخيار هو خياركم. في الحلقة المقبلة، منذ البداية الناس لم يحبوا الحيوانات المتوحشة الكبيرة فأبادوها. هذه القصة عن غياب الحيوانات الضارية الذي يسبب الوضع الحالي الذي نعيشه. العالم يتوسع، الطبيعة تصغر. النتيجة الواضحة لهذا الشيء هي عالم من دون طبيعة. عندما نقضي على الحيوانات المفترسة، أي نوع من العالم نصنع؟ شاركونا في البحث عن أجوبة في الحلقة القادمة من أيام عصيبة على كوكب الأرض.